طفلتنا درنة الزاهرة، نحاول جاهدين إحياء مدرسة يعلمنا فيها دائما أستاذ الشعوب الراقية. وفي كل عام نزداد ثقة بأن المسرح رسالة وهم ووطن. أهلا بكم في درنة، أهلا بكم في المسرح. بالتأكيد هذا العام مختلف أيضا خلال لدينا مشاركات أخرى من شحات، من طرق، عمل أيضا مسرحي من المساء. نكون معكم تباعا في أعمالنا. جاءت في مستهل حفلنا هذا لوزارة الثقافة والتنمية. الثقافة درنا الجمال، درنا العشق، درنا الحب، درنا الألفة، درنا النضال، درنا المواجهة، درنا كل شيء جميل وكل شيء نفخر به وموجود في درنا. الآن متواجد معنا هنا في درنا. بسم الله، نلتقي اليوم في مدينة درنا، درنا الياسمين، درنا الصواني، ما شاء الله. نلتقي في هذا العرس المسرحي، مهرجان درنا الزاهرة المسرح، الذي تقيم فرقة أجيال المسرح، وبفضل الداعمين لهذا المهرجان من رجال أعمال وزارة الثقافة، أيضا الفنانين كانوا داعمين لهذا المهرجان. فهذا يعتبر بالنسبة لنا نحن عرس نلتقي فيه كمسرحيين، نشاهد فيه أعمال جديدة وتجارب جديدة للشباب، نشوف شباب مخرجين جدد، نشوف ممثلين وممثلات شباب جدد. فحقيقة نحن مبسوطين جدا، وأيضا أن نحن نلتقي من طرابلس، من سبا، من بنغازي، أن نلتقي مع بعضنا في هذا المهرجان، ونلتقي بأساتذتنا والناس اللي هم يعني كملوا عمرهم في المسرح، زي الأستاذ عز الدين المهدي، هذا أخونا ورفيقنا من سنين طويلة، وهو اللي أحيى المسرح في البيضة حقيقة، ولا مشاركاته، وهذوما تلاميذ يعتبروا يشوفوا اليوم، هذوما تلاميذ عز الدين، تلاميذ داود الحوتي، تلاميذ فرج الربع رحمة الله عليه، تلاميذ العلاقي، وهذه الدورة أيضا دورة المرحوم محمد العلاقي. شكرا لكم، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نحيي كل اهالي مدينه درنا الزاهره والجميله، ونحيي كل الكاستنج اللي مشرف عليه مهرجان درنا الزاهره في دورته الرابعه. طبعا المهرجان هذا يحيي في المسرح في كل عام، وهذا شيء جميل جدا، يعني احنا كفنانين نكون ضيوف شرف لهالمهرجان، هذا هو شرف عظيم لنا نحن كلنا. انا متمني كل التوفيق للقائمين على المهرجان، متمني التوفيق لكل العروض في هذا المهرجان، وان شاء الله يا رب العالمين نشوف الدوره المية مش بس الدوره الرابعه والخامسه. متمنين كل التوفيق، ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير وشكرا. حقيقة ليس بغريب على درنا، بلد الفن، بلد الثقافة، بلد الأدب، أن يكون فيها مثل هذا المهرجان الذي هو من مجهودات ودعم محلي. نحن كوزارة الثقافة ندعم هذا المهرجان ونشرف عليه باعتبار آلة الآن كل الصلاحيات أو كل تبعية الهيئة العامة للخيال والمسرح إلى وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، وبذلك فنحن أي منشط ثقافي خاصة في المسرح والأغنية والفنون المختلفة بمختلف مجالاتها نحن مسؤولين عليها من ناحية إشرافية، من ناحية تقنية، وحقيقة هنا البنية أو المناخ أو العام في درنا مساعد على الإبداع، مساعد على التألق، فنشكر أهل درنا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وهذا التألق الرائع منهم. أشكر وكالة الغيمة على هذه المتابعة الدائمة لنا ولمنشطنا، ونحن نشد على أيديكم.